يعتبر اليوم الثامن عشر يناير من الأيام الجهوية للقراءة في نسختها الحادية عشر، لهذا قمنا بتفعيل القراءة على صعيد المؤسسة، فكان من الطبيعي أن نسأل بعض التلاميذ عن الهدف من القراءة. مريم، لماذا تقرأين؟ أقرأ لأكتسب المزيد من المعرفة. إسماعيل، لماذا تقرأ؟ أقرأ لأنمي معجمي. وأنت يا كنزة؟ أقرأ لأتعرف على عالم آخر. وأنت يا إلياس؟ أقرأ لأنشط تفكيري. لأنشط تفكيري، أحسنت. هبة، أنا أقرأ لأطور قدراتي اللفظية. فاطمة الزهراء، أقرأ لأنمي قدرات التحدث والنقاش. وأنت يا زكريا؟ أنا أقرأ لأخفف من التوتر الذي ينتابني في بعض الأحيان. أنت يا إلياس، لماذا تقرأ؟ أقرأ لكي أشعر بالمتعة. يونس، أنا أقرأ لأكون ناجحا في حياتي. وأنت يا زهراء؟ أقرأ لكي أبدع. محمد، أنا أقرأ لأكون عضوا مهما في المجتمع. أحسنتم. نحن